صحيح. طيب لنستمع أو لنستمتع بأبيات أخرى. أخذ الكتاب الثاني في مقدمته أيضا تسللت، هذه قصيدة، ليست قصيدة، هي بضعة أبيات لها قصة. قصيدة كما سبق؟ لا، هذه للفتيات الجميلات، وأنا في حضرة الجمال. كنت في حضرة الجمال في السودان، وكنت مدعوا إلى ختام دورة عقدناها هناك، وكانت القاعة ممتلئة بالجمال، وكتبت على ورقة الفندق هذه الورقة الصغيرة بضعة أبيات سريعا وألقيتها، ألقيها لكما. مر الزمان على رأسي وخلاني بغير ستر وتحت الشمس ألقاني. يا صاحب الرحل لا تعجل على رجل قد أنفق العمر في هم وأشجاني. ضيعت قلبي في الخرطوم في بحري، والعقل ضيعته في أم درماني. بين الظباء أضاع العمر حجاوي، يعني أنا الحور أنتن، هذا عمري الثاني. أقسمت بالخمس من أنغام سلمكم أن الجمال بوادي النيل رباني. دع مصر، دع سوريا، دع شط لبناني، يا صاحب الرحل إن الحسن سوداني. وأعجب